هتقول للتاني اسكت مش علي اتجوز؟ قال له يستاهل ما هو كان مفتري. دكتور بيطري راح يتجوز، ام العروسه بتقول لحضرتك يا اخويا دكتور مشهور. لا يا طنط، مفيش حمار في البلد ما يعرفنيش يا طنط. واحد دكتور راح يتجوز، ابو العروسه بيقول له حضرتك دكتور ايه؟ قال له انا دكتور اطفال. قال له ليه ابني ما كملتش؟ واحد دكتور بيكشف على صدر واحد لابي خاروش قوي، قال له ايه ده؟ انت بتشرب مخدرات؟ قال له ايوه دكتور. قال له فين فين؟ متجوز واحده وحشه وقالت له فيهم قالت له ايه؟ ما بتحبنيش، ما بتغرش علي، خلاص مش صالح وش بك بتاع الحمام، الازاز مكسور، مش خايف الجيران يتفرجوا عليا وانا بستحمى؟ الله اللهم لما يتفرجوا عليك مرة واثنين حاجة وصلحوهم. خلف منها 9 عيال. راح للدكتور قال له يا دكتور غلطت، أرجوك ارحمني، 9 عيال جابهم لك هم، عايز أحدد النسل. قال له خلاص خلي المدام تستعمل حبوب منع الحمل. قال له استعملتهم، جابت 3 دول. قال له خليها تغير الحبوب. قال له غيرتهم، جابت 3 دول. قال له خلاص انت بتنام في اوضه وهي في اوضه. قال له نمت، جابت 3 دول. الست دي كان عندها اكتفاء ذاتي، بتربي عندها في البيت شويه ارانب. دخلت الوضع على الارانب، لقت الارانب بيشربوا بيره. يا لهوي الارانب بتشرب بيره؟ ارنب كبير كده، الله ما دام ما فيش حشيش. بمناسبه الارانب، اتنين مساطيل قوي، واحد بيقول للتاني بقول له مش طلعت جاب فيديو؟ قال له ايه ده هو لسه بيخلف؟ راح للدكتور قال له يا دكتور عايزين نحلل البول، اتحلل البول بكام؟ قال له ب3 دينار. قال له كتير خالص 3 دينار، هنحلل البول في البلد عند الدكتور تبعنا بربع دينار والبول من عنده كمان. دخل الصيدلية قال له يا دكتور عندكم فيتامين حديد؟ قال له ايوه. قال له اديني سيخ. اشترى الدواء وخده البيت، حط الدواء على الارض وتنيته راح جاي على الدواء يخطي على الدواء. مراته هتقول له هتعمل كده ليه؟ قال لها ولا كلمة. دكتور قال لي خد الدواء ده ومشي عليه اسبوع. اشترى بوتاجاز جميل وبعته لمراته هدية ورجع الظهر. قال لها ايه رايك في البوتاجاز؟ قالت له خده رجعه ده بايظ ما بيشتغلش، عمال ادعبس في الزراير بقالي 2 ساعة مش راضي يجيب صوت العرب. اشترى لها بغبغان جميل وحطه في قفص جميل وبعته لها هدية ورجع الدور. قال لها ايه رأيك في البغبغان؟ قالت له كويس بس غير طعم الملوخية. اشترى لمراته مراية حلوة، قامت الصبح بتبص في المراية يا لهوي هو اتجوز عليا، اتجوز عليا الراجل، يا لهوي اتجوز عليا وجايبها لي في البيت. جريت على العمده، الحاج يا عمده جوزي اتجوز عليا وجايبها لي في البيت. قال لها ورينك ديه، راح معاها البيت بيبص في المرايه قال الله يخرب بيته وجايب كمان عمده.
تشيل. بقت قضية، جرى على واحد محامي قال له يا محامي انا صراحة سرقت قرشين وبقت قضية وعايزك تنقذني. قال له اسمع انا هنقذك بس اسمع على شرط، الفلوس دي تديني نصها وتاخد نصها. قال له طب اعمل ايه؟ قال له اسمع اول ما تخش على القاضي اعمل مجنون. دخل على القاضي، القاضي قال له تعالى يا جدعان فين الفلوس اللي سرقتها؟ قال له لوس 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 لي 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 لوس لي 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 لوس. قال له نعم فين الفلوس؟ قال له لي 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 لوس لي 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 لوس. القاضي قال لك حكمت المحكمة ببراءة المتهم لثبات عقله مش تمام. خرج بره جري على المحامي، المحامي قال له فين الفلوس؟ قال له لوس لي 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 لوس.